تحياتي. أعلن بايرن ميونخ موقفه مؤخرا من تياجو ألكانتارا في حديث صريح وواضح، اللاعب يريد الرحيل نهاية الموسم، والسبب في ذلك بحثه عن تجربة جديدة. تياجو ألكانتارا رغم أنه كثير الإصابات لدرجة أنه غاب لما يقارب ما مجموعه 700 يوم منذ وصوله لبايرن ميونخ، يعني ما يقارب سنتين، فهو مطلوب جدا. النادي الذي كان أبرز المهتمين فيه في البداية بعد التصريح هو ليفربول. الصحف الإنجليزية قالت الريدز بدهم إياه ومحتاجين لاعب مبدع في خط الوسط، زي ما بنعرف محتاجين إضافة في هذا الخط، محتاجين لاعب يعالج نقطة الضعف اللي واضحة عندهم آخر سنتين. فرغم أنه ليفربول حقق ألقاب كثيرة، لكن في وضوح تام أنه خط الوسط يفتقر للابتكار. لاعب ليفربول السابق كريستيان تسيغي حذر من هذا الموضوع وقال أنا مش شايف أنه ألكانتارا مناسب لأسلوب ليفربول، وعلى الأغلب طبعا هو واضح أنه قصده الجانب البدني والتضحيات اللي بتصير. صحيفة ميرور كان لها كلام قبل يومين عن الموضوع وقالت ليس ليفربول وحده المهتم فيه، مانشستر سيتي مع غوارديولا يحتاج ألكانتارا ويبحث عنه، يريد لاعب يريح دي بروين ولاعب يعوض ديفيد سيلفا، وعلاقة غوارديولا مع تياغو قد تلعب دور حاسم في الموضوع. لازم ما ننسى انه هو كان سبب خروجه من برشلونة لبايرن. وفي فريق ثالث صعد اسمه في الموضوع هو يوفنتوس، اللي بيبحث عن اعادة هيكلة خط وسطه ليكون اكثر قوة في السيطرة على الملعب والاستحواذ سواء مع ساري او غيره. واليوفي يملك اوراق ممكن تساعده في السباق، اولها علاقته الجيدة مع بايرن ميونخ اللي معروفة تاريخيا، والثانية اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع لاعب في خط الوسط، وبالتالي عنده أرابيو اللاعب الفرنسي، وفي بايرن ميونخ العديد من اللاعبين الفرنسيين، فممكن دمجهم مع بعض حيكون فكرة عند النادي الألماني. تياغو ألكانتارا لعب 231 مباراة، سجل 31 هدف، صنع 37، وخلال ذلك كان متحكم دوما بمجريات اللعب بشكل مميز، كان عنده قدرات رهيبة تحت الضغط، وعشان هيك لازم ما ننسى أبدا نادي برشلونة اللي ممكن يتدخل من أجل اللاعب، لأنه محتاج لاعب مثله فعلا، ومحتاج لاعب بطريقة تفكيره فعلا. وأيضا الإدارة تبحث دائما عن مصالحة جماهيرها عبر سوق الانتقالات، فليش ما نشوفه أيضا برشلونة. آخر سؤال لكم، تحكولي وين تتوقعوا تشوفوا تياغو ألكانتارا؟